كثير ناس سألوني محمد شو اللي أفضل، البندقية اللي مموها تنصحني بالسودة ولا بتنصحني بالخشب؟ شباب كل واحدة إلا ميزتها ولا نقاط ضعفها. طبعا اللي مموها كتموين هي أفضل لأنه ما راح تبين، كذلك الأمر بتكون ضد المي لأنه فيها عازل، كذلك الأمر ممكن يكون كتير أجمل لأنه ممكن كتير خاوي التياب اللي انت لابسها أو بشكل أحلى أو بلا بلا بلا. طيب شو نقاط ضعفها؟ مشكلة اللي كاموفلاج إذا انجرحت بتتبشع كتير وما إلى طريقة تروتشها، كذلك الأمر مع مرور الوقت بيبوخ لونها، فلونها بخف بيبوخ من المستعمال من العرق من الزيت، إذا مسحتها بالزيت سم لها الزيت، على فكرة مسح من برا للكاموفلاج بالزيت سم لأنه أسيد، فبس يبوخ لونها بتصير جدا بشعة وما بعود لك نفس أصلا تحملها. طيب اللي خلينا نروح على العظم، العظم السوداء طبعا كمان الكاموفلاج لأنه بتجي عظم، هي كمان هي معدن تبع يعني كتفها وقبضتها بتجي معدن، بتجي عظم، فأهين ما بتتكسر، فأمتين ما طجيت ما بتنكسر، هذه شغلة إيجابية، ولكن مثل ما قلت لكم مشكلتها أنه بيبوخ لونها فبتتبشع، يعني جمال اللي هو فيها بيروح. كذلك الأمر العظم قد ما تجروحت بالنسبية ما يبين عليها، ليش؟ لأنه العظم إذا إجت على يعني على كتف أو على القبضة كتف طبعها أو القبضة الإدمانية ما بتتأثر، هي أصلاً أساسها أسود فما رح يصير لها شيء. السبطانة من قدام إذا انجرحت مثل أي سبطانة ممكن تتروتش نسبياً، مش 100% بس نسبياً ممكن تتروتش، بتضل أهين من قصة لموها. طبعاً السود ما بيبوخ لونها حتى سعرها أرخص، وكمان بتكون ضد المي إذا كانت مات، نسبياً بتكون ضد المي طبعا مش قد الكاموفلاج بس نسبيا اذا شتت عليها ما عندها اي مشكله، بس مهم ترجع تتنشف مباشره. الخشب جمال ولا اروع، وبخص اذا كان في عرق، ولكن في شغلات طبعا وبالوزن بتكون اجمالا امره بتكون اخف، بس الخشب مع مرور الوقت كثره القواص فيه، القواص بالسبطانه، السبطانه القبضه الادمانيه، كثره الحراره الخشب بيتمدد من قدام، فممكن مع الوقت تحس صار فيها فراغ من قدام، كذلك الأمر أي وقعة حيعلم عليها، وممكن إذا وقعة شوي قوي ممكن تنكسر معك الخشبة، فهيدي إيجابياتها وسلبياتها، والموضوع طبعا خيار لكم على حسب طريقة استعمالكم. أنا زلمة إيدي مالحة خيي بفضل روح على بارودي تلقى دعك بس.